إلى هذا السائل يقول: هل يعتبر الحكم على الكافر المعين عقب موته بأنه خالد في النار مخالف لاعتقاد أهل السنة والجماعة؟ المعين لا يحكم عليه بجنة ولا نار إلا بدليل على التعيين، الذي أخبر الله عنه أنه في النار أو أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم أنه في النار، نحن نقطع بذلك ونحكم عليه بأنه من أهل النار. والذي أخبر النبي صلى أخبر الله عنه أنه في الجنة أو أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه بالجنة، نحن نقطع له بذلك، كالعشرة المبشرين بالجنة وغيرهم من الصحابة الذين شهد لهم الرسول صلى الله عليه وسلم بأنهم من أهل الجنة، نؤمن بذلك وأنهم من أهل الجنة. أما من لم يرد فيه دليل على أنه من أهل النار ولا من أهل الجنة فهذا لا نقطع له، لكن نرجو للمحسن ونخاف على المسيء، هذه قاعدة أهل السنة والجماعة، نرجو للمحسنين ونخاف على المسيئين، ولا نحكم لأحد بجنة أو نار إلا من شهد له الله جل وعلا أو شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه قاعدة أهل السنة والجماعة. نعم.